Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. انا جاتلي فكره جامده بعيد عن الاغاني ارمي في ودنك افيه تضحك مش هتنساني انا قلت ابدا شعبي ولا ابدا مهرجانات عجبني بترو الشرقاوي حبيبي الف مبروك على التاج الله يبارك فيك يا حبيب اخويا والله العظيم مبسوط لك قوي 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 والله يا اخويا اللي ما جابتوش امي انت عارف انت احسن واحد خد التاج في مصر خلاص بقى اتكل على الله يا... انا ما قلت مش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي اخبارك ايه عايز البنطلون ده مقاس بعد اذنك ما فيش مقاس هتاخده على طول تتكل على الله هنا ما فيش حد بيقيس هقيس طب بعد اذنك ودي مش بروفه دي مبوله ماشي خلاص هتاخده تتكل على الله على طول ماشي تمام في حاجه تاني عايز اقيس الفيست ده بعد اذنك هتقيس الفيست ده بعد اذنك هتاخده تمشي على طول اقيسه طبعا كده هتاخده تمشي على طول انت خلاص انت تشتري تمشي على طول وريت بعد ما تاخده وتمشي ما تجيش هنا تاني ماشي ما تقرفنيش انا يوميت 40 جنيه وعلى اخر اصلا وصراحه ربنا مش حاجه اشتغل هنا تاني طب اقيس البنطلون ده هات يا حبيبي اقيسه يا عم هات وانا خليك يا كابتن انت بتخليني ايه معلش مش هتقيس بقول لك مبوله يا عم مبوله دي تتنفذني ليه يا عم عايز خد يا اسطى واحد رمادي عشان برضو ايه تبقى مبسوط اقيس ده بقى ولا هات وريني هخليك تقيسه انجز انجز افتح اقيسه هخليك تقيسه يا عم اهو ماشي ما انا ممكن اديك بدي في دماغك هوب كنزيره في الدماغ ضياعك على راي احمد الخولي اطلع بره الاوضه مش طايقاك شكلك مستفز طالع طالع بس مش هتشوفيني تاني ماشي كنزيره في الدماغ طب مش هتلبسي ضيق تاني علشان انت مش متجوزه نطع طب اهدى بقى وط صوتك على فكره انا بحبك بتبلفني بكلمتين يعني فاكره انا اهطل يعني ماشي هتلبسي ضيق يوم الخميس بس احنا رايحين اي مكان نضيف طب السلامه جرح بقى علاقه كانت مشنقه طب السلامه جرح بقى علاقه كانت مشنقه هروح اعيش انا مع حالي دي كبه ناس متزوقه دي كبه الحب ضحية مسكرة ولا انت لسه مفكرة كنت الحياة واقفة عليكي ولا انت مش متذكرة الحب ضح وانت السبب فراق وفي ريحتي انه اتكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا ومعاكم النهاردة من قناة الحاجة سؤالنا النهاردة عن الحلقة بتاعتنا هو ممكن تديني رقم مامتك اللي هو مامتك ومامتي وأماتنا كلنا أنا عادي يعني مفيش حاجة ممكن تيجي معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال بسيط جدا ممكن تديني رقم مامتك اوي ده انت الهوب لا عادي عادي زي العسل الدول 011 تمام 2 تمام 55 حبيبي شكرا حبيبي انت اسمك ايه يوسف الو يا خاتم يوسف ازاي حضرتك يا حاجة ابنك راجل قوي ربنا يخليهولك يا رب ممكن اعرف بس هتتزع على ايه خلاص بقى بقول لك انا بقول للحاجة مع السلامة اكلمك تاني حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن سؤال بسيط جدا اتفضل ممكن تديني رقم ماما ماما تكلمت يا ابني انت ولا ايه انت بتهزر معايا انت مجنون يا حبيبي بتهزر معايا يا حبيبي ايه ده معلش ممكن رقم خالتي خالته عادي يعني كنت بحبها قوي يا عم هوبا يا عم هوبا الله يرضى عليك بلا رباب بلا زفت اعمل تليفونك صامت تليفونك صامت انت كمان عايزين ننام تصبح على خير وانت من اهله يا لا لا ما تشخرش ما تشخرش مش عارف انا ما تشخرش نام رباب رباب هاتي بوسه يا رباب يابا رباب يابا عايز انام عايزين ننام ايه ده رباب رباب مين يا عم انا مش رباب انا مش رباب نام بعد اذنك عايزين ننام خلاص خلاص يا عم تعال لي يا اسطى بعد اذنك تعال لي يا اسطى طب ايه رباب رباب يا عم بقى
ما ترجعيش تبكيلي تاني، ما تزوديش في احزاني، ما ترجعيش تبكيلي تاني، ما تزوديش في احزاني، ما بك ايوه. الاجره لو سمحت. ثواني، شايفني مزنوق؟ اهدى عليا هطلع لك اجره دلوقتي، بس اهدى عليا عشان مزنوق جنب واحده تخينه. اهدى بقى، عذاب مأساة. ايه يا اسطى؟ نزلني كوبري الخشب لو سمحت يا اسطى، ما تشوحش ونزل ايدك تحت يا اسطى. تعرف تعمل الحركه دي؟ بص كده، ده انت مره بشله عمالة تقزقز لب سوري وتتف على رجلي، خنقتني موتتني قرفتني تعبتني، بت رخمة رجلة قوي عجلة تخينة تدب في شلة. يلا هوبا معايا اعمل كده او اعمل كده يا اسطى، نزلني كوبري الخشب لو سمحت يا اسطى. اوعي كده اوعي كده.